خريطة الطريق اللي احنا شغالين عليها في عرض مشروع اللائحة، زي ما تلقينا اقتراحات كثيرة جدا وعدلنا وتم تعديل بنود بعد رجوع للمختصين والقانونيين وتم اعتمادها من مجلس إدارة النادي، ولسه جاري بعد المناقشات تعديل بنود أخرى، وعندنا النهاردة وبكرة وبعد إن شاء الله 3 لقاءات مع أعضاء النادي بحيث لو في أي مقترحات إضافية يتم المناقشة فيها وعرضها على المختصين وتعرض على اللجنة وتعرض بعد كده على لجنة الصياغة. فدي محاور رئيسية شغالين فيها. الهدف الرئيسي من كل اللي احنا بنعمله ان يطلع من عندنا لائحة تليق باسم النادي الاهلي، وانها تكون لائحة تعبر عن صاحب الحق الاصيل وهو الجمعية العمومية للنادي. دي لائحة النادي الاهلي، فلازم تكون معبرة عن حقوق الجمعية العمومية. والحمد لله القانون نفسه ادانا بعد تغييره ادى البعد ده، ان الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الاصيل في انشاء لائحتها. فعشان تبقى لائحة تضمن كده وفي نفس الوقت يكون لها مشروعية، فبعض البنود بيبقى فيها اختلاف في بعض الأحيان اجتهادات. فكان عندنا النهاردة لقاء ودي، موجودين في لقاء ودي مع اللجنة الأولمبية، اختار يعني لقاء ودي للغاية، في نفس الوقت بنطرح بعض الأطروحات المتعلقة ببعض البنود عشان نطمن البنود دي ممكن تغييرها او لها مشروعية او غيره، بحيث في النهاية برضو ان تكون اللائحة لها المشروعية ومعبرة عن الجمعية العمومية. وبرضو احنا بنيجي اللجنة الأولمبية اللي هو القانون اعطاها البعد ده، البعد ان هي اللجنة الأولمبية عندها بعد الحرص دايما لائحة الميثاق الأولمبي اللي هو بيحرص دايما على اعلاء صوت الجمعية العمومية، وان هي بيكون لها السلطة المؤثرة في وضع اي تشريع جوه النادي، تعبر عن وتديها صلاحيات اكتر، تعظيم دور الجمعيه العموميه. الهدف الرئيسي في اللائحه هو تعظيم دور الجمعيه العموميه بما يتلائم مع القانون والاعراف الدوليه. وهو ده النادي الاهلي، وهو ده تاريخ النادي الاهلي كله كده، عباره عن اعضاء جمعيه عموميه الحمد لله يختلفوا على حب النادي. هو ده الاختلاف الوحيد، ممكن طريقه حب النادي نفسها كانت كل واحد حريص على النادي من منطلق معين، ممكن ده اختلاف في الاراء، ده اختلاف في الاراء ده طبيعي جدا، حتى مش عايز اقول اختلاف، هو بيبقى في تباين، نوع من التباين الاراء، ان في النهايه بيبقى صحي ان ينتج عنه منتج يليق باسم النادي الاهلي. في حته برضه اللائحه دي بالذات احنا كلنا حريصين، دي مش لائحه مجلس اداره النادي الاهلي، دي لائحه النادي الاهلي، لائحه الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. فاحنا حريصين ان شاء الله الجمعيه العموميه بعدد غير مسبوق يحضروا يوم 28 ان شاء الله 9 يوم اللائحه، يوم النادي الاهلي. وفي نفس الوقت زي ما اللي بيتعمل دلوقتي غير مسبوق في تاريخ الرياضه المصريه كانديه، خريطه الطريق اللي احنا ماشيين عليها في عرض مشروع اللائحه والخطوات العاملين مجلس اداره الاهلي يتبناها مع كل المختصين والقانونيين والاقتصاديين، في ناس على قمه الاقتصاد في النواحي الاقتصاديه في حاجات كتير الحمد لله شغالين معانا، اهلاويه وشغالين بقلبهم انها تطلع حاجه معبره. اللجنه على راسها المستشار محمود فهمي وعضو مجلس اداره لعده دورات وفقيه قانوني عمل شغله وما زال يعمل هو ومجموعه القانونيين. الاقتصاديين على راسهم الدكتور فاروق العقده. فكل المنظومة كلها لجان مع الشخصيات العامة ورش عمل عمالة تحصل، زي ما ده بيحصل بطريقة غير مسبوقة إن شاء الله نتمنى وعندي يقين بكده إن الجمعية العمومية لإقرار المشروع لإقرار اللائحة نفسها لما تطلع في الصيغة النهائية اللي هو خلال أيام هيبقى في صيغة نهائية للائحة، يبقى يوم 28/9 يكون برضو استثناء في تاريخ الرياضة المصرية في حضور الجمعيات العمومية.